هل الصوت واضح هل صوتي وصل كويس ولا مش سامعين طيب تمام واضح واضح طيب انا عامل برضو شير للبرزنتيشن فلو انا عملت كده ايه هل انتوا شايفين السكرين بتاعه البرزنتيشن زيرو تو فايف G؟ نعم طيب عظيم جدا عظيم طيب خليني الاول ان انا يعني ارحب بيكم اهلا بكم ازيكم معاكم محمد سلامه خليني الاول اعرف كده نفسي سريعا اسمي محمد سلامه انا مهندس اتصالات شغال في مجال التليكوم تحديدا الراديو راديو اوبتمايزيشن انا حاليا راديو اوبتمايزيشن انجينير في اتصالات مصر أه متخرج 2013 من جامعه الشروق هنا في مصر أه اشتغلت من 2013 حتى وقتنا هذا في مجال التليكوم مريت بعده شركات ابتديت الاول حاجه كده اسمها درايف أه تيست وبعدين اشتغلت في هواوي اكيد تعرفوا عنها اشتغلت في في اورنج أه ايجبت فتره كبيره وحاليا انا في اتصالات مصر في مجال التريننج تيليكوم تريننج من تقريبا بعد ما اتخرجت من 2014 بس دي كل حاجه عني محاضره النهارده اولا انا سعيد ان انا مش عارف هستاذنكم المايك بس نفتحه لو هنسال حاجه هنتكلم في حاجه سعيد جدا ان انا معاكم النهارده ومع اي تريبل اي و أنا بحب جدا الأورجنايزيشن ديت يعني شاركت معاهم كتير هنا في مصر تحديدا كمان في حاجات أنشطة كتيرة يعني وأول ما باشمهندسة فرح قالت لي تقريبا على طول رحبت بالفكرة ما خدناش وقت كبير في أي حاجة في التنظيم أو تحديد الموعد يعني لان انا بحب اي اي وبحب الفكره اللي هي قايمه عليها والانشطه بتاعتها هدف الجلسه دي او هدف السيشن دي هدف ان احنا بس اولا مش هطول عليكم يعني ما تقلقوش ثانيا الهدف اللي عندي ان انتوا تعرفوا الايفوليوشن تطور مجال تحديدا الموبايل تكنولوجي ده اول هدف عندي الهدف الثاني ان انتوا لو ليكوا اسئله في في فيما هو قادم المستقبل التليكوم فيلد شكله عامل ازاي هدف ثالث ان احنا ندردش مع بعض ونسال وما تبقاش محاضره من اتجاه واحد او احنا كلنا يعني زمايل ومهندسين مع بعض فالهدف ان احنا نتناقش تحديدا في التليكوم فيلد لو ليكوا اي اسئله لو ليكوا اي وجهات نظر دي الاهداف اللي عندي يعني مش عارف هل احنا معانا ناس اوريدي ام... يعني تعمل متخ... تخرجت وبتعمل ولا احنا كلنا لسه في مجال الدراسه لو حد يقدر يفيدني طيب اللي, اللي, اللي مش طالب اللي لسه اللي خلاص اتخرج تخ... وبيشتغل في في مجال التليكوم يعني يبلغني حتى لو في الشات السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا اهلا استاذ احنا اخوكم سليمان من الجزائر اهلا بك عايشك اخي احنا في الدومين احنا في الميدان انا راني عندي عامين عامين سنتين عمل في التليكوم مع شركة موبي سيرف اشتغل كمهندس صيانة سي كوركتيف، مانتيننس وعندنا سنتين عمل والحمد لله احنا في الميدان و نتمنى ان شاء الله ما احنا نقدروا نفيدوا اخوتنا بالخبره المتواضعه يعني اللي عندنا تمام تشرفت بيك تشرفت بيك يا عيشك استاذ شكرا الله يكرمك باشمهندس فرح انا ب... يعني عايز ريكورد الفيديو ولا ريكورد من عندي مش عارف هل أنتوا بتسجلوا في طيب أنا برضو يعني ك... ايه؟ كتجهيز أنا ج... يعني هشغل من عندي طيب في وبندور بندور على فرص طيب انا انا يعني مهم قوي ان انا عايز استقبل الاسئله بس مش في البدايه فعايز ان احنا يعني انا هقول الحاجه اللي انا عايز اقولها في الـ في الاول باذن الله ما تاخدش وقت كبير وبعدين عايز جزء يبقى جزء كويس جدا كوقت للاسئله فجهزوا الاسئله طبعا افضل الاسئله ممكن تبقى على الشات واللي عايز يسال يفتح المايك ويسال مفيش مشكله فجزء الاسئله مهم عشان عايزين نتناقش ونرد على معظم الحاجات اللي ممكن تبقى افكار عند الناس فخلينا نبتدي الاول فنيا في الجزء الفني ايه هو الموبايل تكنولوجي اللي بيحصل احنا فين دلوقتي والتفاصيل دي فيلا بينا نتوكل على الله طيب احنا لما نيجي نتكلم ان احنا حاليا احنا في الـ في ال 5G اه بين شويه ممكن ما نعرفش ايه التاريخ بتاعنا واحنا ابتدينا امتى وهل كان في زيرو جنريشن معنى ان في 5G هل كان في زيرو جنريشن هل كان في 1 جي يعني الحاجات دي ظهرت ولا ولا التطور كان عامل ازاي والحقيقه احنا في تطور نشهده كبير جدا في الـ في الموبايل تكنولوجي والتطور ده في جميع الـ الاصعده يعني بدايه من شكل حتى الموبايل اكويبمنت اللي مع حضرتك مرورا للتطور اللي حصل في الشبكه مرورا في التطور اللي حصل في السرعات العاليه جدا اللي بنقدر نقدمها دلوقتي للدخول على الانترنت جوده المكالمات عارف ان في ناس هتقول انا ما بشوفش ده او انا شايف ان الشبكه عندي سيئه اوكي دي حاجه تانية ده شغل شويه اوبريشن او على حسب الاريا اللي انت فيها ولكن على مستوى التكنولوجي نفسها التكنولوجي تطورت جدا حاليا وكلنا عارفين ان ال 5G اصبح موجود في دول كتيره جدا في في العالم قريب موجود هيبقى موجود تحديدا في مصر جاري التحضير وبنشتغل عليه يمكن في دول كتيرة زي مصر لا ينقصها اللي... لا ينقصها انها مش جاهزه لل 5G احنا جاهزين والترايلز اشتغلت ونجحت ولكن ينقصها اجزاء في اللايسنس والاتفاق على اللايسنس لان زي ما انتم يعني مش عارف عارفين او لا ان, إن عشان التكنولوجي الجديده تنزل لازم تتم موافقه من الدوله ولازم تتم تحديد لايسنس للتكنولوجي ويبتدي الاوبريتور يتعاقدوا مع الدوله على التكنولوجيا دي فالجزء ده تحديدا شويه بياخد وقت الجزء ده تحديدا شويه بياخد وقت, شوية بياخد وقت. ف انتشار ال5G مع انتشار, الـ 5G مع انتشار الـ 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 الرهيب ده كان في بدايه اللي هي بدايه الزيرو جينيريشن والزيرو جينيريشن او احنا ايه الهدف يعني الهدف من الموبايل تكنولوجي هو ايه ان الناس تتصل ببعض ده كان الهدف طيب ما كان الاتصال ده بيتم عن طريق التلفون الارضي اللي هو بيكون من خلال سلك وايرد يعني بالظبط صحيح ولكن مع ال... مع الوقت انت محتاج تتكلم وانت بتتحرك وانت في اللي احنا بنسميها الموبيلتي تتكلم وانت بتتحرك في اي وقت مش مرتبط بمكان معين فالاتصال عبر, عبر ال... 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 الوايرد الوايرد تليفون ده بيخليك ترتبط بمكان محدد والطرف اللي انت بتكلمه يكون عنده مكان اخر محدد ما ينفعش في اي مكان تقدر توصل للطرف الاخر لكن ده ده اللي حصل ده كان من اول اهدافنا في في الموبايل تكنولوجي بعد كده الاهداف هتتطور هنشوف الاهداف هتتطور ازاي الحكايه دي ليها بدايه ليها بدايه بدايه الاتصال فعليا كوايرلس من غير سلك ظهرت في الحرب العالميه الاولى والثانيه وكانت مقتصره على التطبيقات العسكريه ثم ابتدى التفكير ليه ما يبقاش الناس العامه الناس العوام مش مش حاجات عسكريه فقط يكون ليهم الاتصال ويكون في شبكات فظهر حاجه اسمها الزيرو جينيريشن الزيرو جينيريشن ظهر سنه 1970 وزي اي حاجه في بدايتها هو ما كانش ناجح تماما وما نقدرش نقول ان ده كان تكنولوجي يعني مش محسوب يعني لان كان كل حاجه كانت لسه في بدايتها حتى حجم ده حجم الـ الموبايل اكويبمنت اللي مع حضرتك ده الحجم بتاعه كان بيحتاج لسياره علشان تقدر تنقل عليها يعني يبقى الموبايل موجود على السياره دي فكان الزيرو جينيريشن كتكنولوجي لا تذكر ولكن كانت البدايه في السبعينات بعدين في ظهر الـ 1 جي الـ 1 جي ده خلي بالك شكل الموبايل ايكويبمنت في الجيل الاول الجيل الاول ظهر في بدايه الثمانينات يعني ما نقدرش نقول ان هو كان ناجح لان كان كسيستم كان انالوج سيستم وتقريبا انتوا كلكم حتى الطلبه يعني يعرفوا ايه مشاكل وعيوب الانالوج ككوميونيكيشن سيستم في كل حاجه بقى السيجنال لما بتبقى انالوج وتفضل في الشكل الانالوج بتاعها ده بيؤدي لمشاكل كتيره جدا في صعوبات في الكباستي الكباستي يعني عدد المستخدمين يبقى عندك صعوبات في التشفير يبقى عندك صعوبات في حاجات كتيره جدا فكان ال1 جي ما نقدرش نقول ان هو تحول ما نقدرش نقول ان هو حاجه تخلي التكنولوجي دي تنتشر وده كان حجم الموبايل ايكويبمنت ساعتها طبعا احنا خلاص ده الشكل بتاعنا وزي ما قلت لك التطور مش بس في الجهاز اللي حضرتك تطور في كل حاجه طيب ال1 جي كان في بدايه الثمانينات ما نجحش النجاح الكبير في عيب كمان في ال1 جي هقول لك عليه حاليا البدايه الحقيقيه بتاعتنا البدايه الحقيقيه بتاعتنا كانت في الجيل الثاني هي دي الانطلاقة اللي من خلالها ابتدى يظهر فكرة ان انت تتكلم وانت بتتحرك في اي مكان وابتدى مش بس دولة او اتنين يعني في, الـ في الزيرو جينيريشن 1 جي ما كانش في دول كتيرة يعني الدول اللي بتستخدمه دول قليلة جدا يعني أه بداية من ال2G الجيل الثاني اللي ظهر في بداية التسعينات ابتدى ينتشر في كل مكان طبعا كان ديجيتال سيستم تلافينا العيب اللي قبل كده اللي هو الانالوج سيستم مستو ان انت في حاجه اسمها الرومينج يعني ايه الرومينج يعني انت بالموبايل بتاع حضرتك بنفس السيم كارد نفس الشريحه تقدر تتحرك من دوله لدوله اخرى وتجري مكالمات بدون اي مشكله الحكايه دي ما كانتش موجوده في ال1 جي ال1 جي كانت ما فيش فكره رومينج ما فيش سيستم موحد للدول كل دولة من الدول اللي كانت مشغله ال 1 كانت عامله سيستم خاص بيها منعزله عن البقيه يعني بدايه من ال2G تم تحديد ستاندر واحد لكل الدول اللي اللي هتنفذ او هيكون عندها اتصال وايرلس من غير من غير سلك يعني ويكون من خلال الشبكه فبدايتنا كانت في 2G في التسعينات وكل الدول اللي في العالم يعني ابتدت تطبق سيستم التوجي عندها في بقى من بعد التسعينات بشوية ما احنا هنا في مصر آخر التسعينات اشتغلنا في بداية الموبايل يعني بس البداية الحقيقية كانت في الجيل الثاني الجيل الثاني كان ناجح جدا انه يجري تجري حضرتك مكالمة صوتية بدون مشاكل تجري حاجة اسمها فويس كول الفويس كول بتاعتنا احنا بنقدم خدمتين في خدمتين احنا كفودافون او كاتصالات او كاورنج او كاي اوبريتور بيقدمهم خدمتين اساسيتين بنقدم فويس كول cool وبنقدم خدمات الموبايل انترنت ففي الحقيقه المكاسب اللي بيكسبها الاوبريتور بتكون من الخدمتين دول سواء الفويس او سواء الداتا ال جي بما ان هو كان في بدايه التسعينات كان مهتم فقط ب الفويس كول هل كان في انترنت في بدايه التسعينات حد يفتكر هل كان في انترنت في التسعينات ولو كان فيه كان الناس عارفاه قوي وكان بيبتدي كان بيتم استخدامه كان في فيسبوك في التسعينات كان في يوتيوب كان في الايدج ولا شيبر تمام دي دي تكنولوجي ولكن هل كان في انا بس بسال هل كان في بدايات للموبايل انترنت لا كان هو الايميل لو الناس فاكره الهوت ميل وال والياهو ماسنجر هي دي التطبيقات اللي كانت يعني ما كانش في حاجه اسمها فيسبوك، ما في حاجه اسمها يوتيوب. وبالتالي ال2 لما نزل ما كانش مركز قوي على خدمات اللي بتعتمد على الانترنت. اه كان في دي.. كان في الدايل اب بالظبط. وما كان في عن طريق الموبايل بالظبط، كان في الدايل اب. والدايل اب لما بتدخل عليه ما فيش حاجه قوي بتتصفحها الا ارسال ال... الايميل واستقبال الايميل فقط. مش متذاكر ان كان في حاجه غير كده. فالتوجيه إلى كان مركز على حاجه واحده بس الفويس خدمات الصوتيه ان حضرتك تكلم اي حد في اي مكان بس مش في اي مكان ده يعني هو لو في, في الصحراء مش هتعرف حضرتك توصل له، لازم المكان اللي تكون فيه يكون فيه تغطيه. لازم المكان يكون فيه تغطيه. ولكن فكره ان اتكلم من غير سلك خلاص دي بتحصل، واتكلم وانا بتحرك بتحصل. و و و وانتقل من مكان لمكان اخر من غير ما المكالمه دي يحصل لها دروب كانت بتحصل في ال2 جي ال1 جي لا ما كانش بيحصل الحكايه دي كان في مكالمه اه بس كان الدروبس عاليه قوي المشاكل كبيره قوي ال2 جي نقدر نقول ان كان في استابيليتي كبيره جدا ولكن مع مرور الوقت ومع نهايه التسعينات ظهر عيب ال2 جي الاساسي وهو سرعات الانترنت سرعه الانترنت في ال2 جي كانت بال بالكيلو او بال كانت تقريبا 10 او 9.6 كيلو بايت بر سكند طبعا دي سرعه حضرتك دلوقتي قادر تفهم هي سرعه شكلها عامل ازاي؟ ليه ال قلنا ان ما كانش في انترنت فال2 جي ما بحاجه زي كده فابتدى هنا يظهر الاتجاه ان احنا عندنا مشكله انت كفودافون انت كاورنج عندك مشكله انك مش قادر تقدم سرعات انترنت كويسه وفي نفس الوقت ابتدى يكون في اه ريكوست او ابتدى يكون في طلب من المستخدم ان هو يدخل على الانترنت. فحصل محاوله لتحسين ال حصلت محاولات لتحسين ال2 فظهر حاجه اسمها ال2.5 وال2.7 زي ما محمد حاتم قال ال2.5 وال2.7 اولا ال2G اسمه GSM يعني اسمه GSM احنا كل سيستم لازم ياخد اسم يعني فال2G اسمه انا مش عارف هي الكاميرا قفلت <applause> مش عارف ان الكاميرا قفلت اوكي عشان انا بس عامل كونكشنز كتيرة هنا ف بتعمل المشكلة دي ثواني فال 2G كان اسمه جي اس ام ده كل اسم كل سيستم عندنا ليه اسم جي اس ام اختصار لجلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن حاولنا نحسن ال 2G حاولنا نحسن سرعات تحديدا سرعات نقل البيتس في ال 2 جي عايز اخلي البيتس تتنقل بشكل اسرع وهنا الكوميونيكيشن عندي هو نقل شويه بيتس من الترانسميتر للريسيفر هو ده هي دي قصه الكوميونيكيشن كلها الفويس صوت حضرتك كطبيعته ما بحتاجش فيه سرعات عاليه للنقل صوت حضرتك كم البيتس اللي فيه قليله قوي ف بيبقى سهل في في الارسال ولكن حضرتك لو داخل تشوف فيديو على اليوتيوب والفيديو ده حضرتك عايز تشوفه بسرعات عاليه اتش دي هنا بتبقى مشكله هنا كم البيتس اللي انت هتتنقل من سيرفر اليوتيوب ليك على الموبايل كم ده كبير جدا بيحتاج تشانل مش عارف الناس عارفه تشانل ولا لا بس تشانل دي زي الطريق اللي بتمشي فيه العربيات زي الطريق اللي بتمشي فيه العربيات ممكن تبقى زحمة ممكن لو كمل عربيات كتير فنفس الفكرة عندنا لو كمل بيتس كتيرة بتحتاج تشانل ليها باندويتس باندويتس يعني اتساع زي اتساع الطريق ليها تشانل باندويتس كبيرة فهنا اللي هنا التشالنج هنا بيبقى التحدي هنا بيبقى التحدي في اخر التسعينات كان لسه ما فيش كم نقل بيتس كبير المهم ان نجحوا شويه في تحسين سرعات الداتا في حاجه اسمها 2.5 و 2.7 تحسينات حصلت على ال2G عشان يزودوا سرعات الداتا شويه وصلوا لتقريبا 0.5 ميجا بت بير سكند في اخر التسعينات قدروا يعملوا حاجه اكتر من كده لا خلاص دي كانت نهايه ال2G او ال2G ده اقصى حد هتقدر توصل ليه طب وبعدين؟ مع بداية الألفينات بداية سنة 2000 و... ابتدى الطلب على الإنترنت يزداد فأنت هنا محتاج ت... 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 تواجه الازدياد ده وتواجه الطلب ده فكان هنا لازم يكون في تكنولوجيا جديدة شكل جديد تغير فيه ال... التكنيكس اللي أنت بتستخدمها عشان تاخد سرعات أحسن عملوا ايه لتحسين البيت ريت في التوجيه عملوا كذا حاجة منها ان ابتدى يطبق فكرة الشيرد تشانل ان حضرتك تاخد كذا تشانل كذا تايم سلوت مش تايم سلوت واحد حولوا الكور لباكت سويتشنج الكور كان سيركت سويتشنج اتحول لباكت سويتشنج ابتدوا يغيروا في حاجة اسمها الكودنج ريت والكودنج ريت هو ان ال... التايم سلوت اللي معاك بيكون في بيتس بتاعت حضرتك انت كلامك انت وبيكون في بيتس تانية مش كلامك مسؤولة امال هي ايه ايه مسؤولة عن تحسين الايرورز اللي بتحصل احنا بنبعت في الهوا صح الاير ده في مشاكل كتيرة قوي لا يعلم بها الا الله يعني وب... وبتعاني منها في الشغل فالمشاكل اللي بتحصل على أرز... اثناء ارسالك للصوت لل... بتاعك ده وتروح عند المستقبل لازم يتم تصليحها يتم تحسينها فالبيتس اللي هي مش داتا دي بتبقى مسؤوله عن ال... ابتدى نغير في الكودينج ريت علشان نقلل البيتس دي شويه لو كان النويز كونديشن في ال... في كويسه يعني في تفاصيل هنا آه في اخر المحاضره اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر في الحاجات دي هقول لكم تعرفوها ازاي لان احنا مش هنقدر نخش فنيا في كل حاجه بس هحاول ان انا اجاوب على الاسئله يعني مش مش هكسب حد في السؤال بس مش هقدر اخش فنيا لان في حاجات فنيه تحتاج الى عدد ساعات او عدد محاضرات عشان نقدر نوضحها يعني طيب طبعا الناس اللي عارفه موبايل تكنولوجي الكلام اللي انا بقوله ده بديهي جدا واساسي جدا ويعني اكنهم بس ايه بيسمعوا كده يعني عارفينه يعني ينتظروا معايا الجزء الثاني من المحاضره اللي هو فيه اسئله عن التليكوم ممكن ده اللي يكون اكثر افاده ليهم اللي هيستفاد فعلا او هيحس اللي هو لسه ما يعرفش اي حاجه خالص يعني طيب ال ظهر معانا في بدايه الالفينات معنى انه ظهر ونزل في الاسواق او نزل في تم يعني بقى موجود في العالم ده مش معناه ان انا النهارده اشتغلت عليه في سنه 2000 لا هم اشتغلوا عليه من قبل كده اشتغلوا عليه من سنه 94 مثلا او 93 او هو ما بعد ما بيكون فيه التكنولوجي بتنزل على طول بنبتدي نشتغل على التكنولوجي اللي بعدها مين اللي بيشتغل عليه حد يعرف مين حد يعرف مين اللي بيعمل الموبايل تكنولوجي او الجينيريشنز يقول لي اسم كده والسري جي بي بي بالظبط الله ينور عليك يا ابو حميد بالظبط يا عمر صح ال3 جي بي بي السيرت جينيريشن بارتنرشيب بروجكت دي كده زي عامله زي الفيفا عارفين الفيفا في كره القدم دي المنظمه المسؤوله عن الـ عن الموبايل تكنولوجي في حاجه تانية اسمها الاي تي يو انترناشونال يونيون دي منظمه مع السي جي بي بي بتحط الـ وفي حاجه اسمها الاي ام تي يعني عندنا كذا منظمه كده بس اشهرهم الـ جي بي بي دي كده هي اللي فيها الناس الساينتيفيك ناس الانجينيرز فيها الفندرز احنا عندنا ما ما تفتكروش ان احنا في حاجه اسمها فودافون اورنج اتصالات وفقط لا 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 ده في ده دول المشغلين دول اللي هم بيقدموا الخدمه لحضرتك لكن اللي بيعمل الشبكه اللي بيعمل الشبكه وعنده الاسرار كلها يعني هو الفيندر اللي هو بيكون هواوي بيكون اريكسون آه نوكيا دي الشركات المصنعه بالظبط بالظبط ايه هي دي الشركات المصنعه للاكويبمنت واللي بتشتغل في التكتاب والاوبريتور بيعملوا ايه الاوبريتور هما اللي هما هو اللي عنده هو اللي عنده اللي بيقدم الخدمه بس الاكويبمنت الموجوده عند الاوبريتور ديت مش مش هو المصنعه مش فودافون هي اللي بتصنع السايت ولا اورنج هي اللي بتصنع السايت اللي بيصنع السايت هو او الاكويبمنت اللي في السايت هي الفندور فالفندور موجود في ال 3 جي بي بي الاوبريتورز موجودين في ال 3 جي بي بي كل دول بياخدوا القرار بقى ياخدوا القرار ويبتدي التفكير في التكنولوجيا الجديده هتكون شكلها عامل ازاي نزل ال 3 جي في سنه 2000 وغير حاجات في التكنولوجي اللي كان يعتمد عليها ال 2 جي التغييرات دي في الحقيقه كانت بشكل اساسي في حاجه اسمها الاكسس تكنيك بما ان احنا في وايرلس يعني ايه وايرلس يعني حضرتك لما بتيجي تتكلم انت, مش انت, انت بتتصل باقرب برج ليك يعني تلاحظ انا عشان, عشان اقدر اوصل لحضرتك تغطيه كل اللي احنا عملناه ان انت في تقريبا كل كيلو او اتنين كيلو متر بيكون فيه حاجه اسمها سايت موبايل سايت الشكل ده كده بيكون فيه الشكل ده ده ايه؟ ده المسؤول عن التغطيه ده, 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 ده السبب ان حضرتك شايف كفرج آه شايف سيجنال وده اللي انا من خلاله بقدر ادخل على الشبكه ده عامل كده زي الراوتر بتاع حضرتك اللي في البيت اللي من خلاله بتقدر تاخد واي فاي زيه بالظبط طب هو بيبقى سايت واحد؟ لا 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 احنا صلاة مصر معدية عشان تغطي مصر كلها جمهورية مصر العربية بالكامل هي محتاجة مش أقل من 7000 سايت فودافون نفس الكلام اورنج نفس الكلام عشان تغطي بلد بالكامل انت محتاج اعداد سايتس كتيره تقريبا زي ما بقول لك انت كل اريا كل شارع او اتنين بيكون فيه سايت <applause> فهي دي المسؤوله عن ال... ازاي ب... ازاي باكسس السايت ده ده موضوع موضوع كبير يعني ايه ازاي اكسس ازاي بدخل على السايت التوجي كان ليه طريقه معينه بتخلي حضرتك تأ... الصوت ده شغال بتردد بفريكوانسي الصوت ده شغال بفريكوانسي يعني ايه فريكوانسي يعني ايه تردد مش عارف هل حد هنا مش عارف يعني ايه فريكوانسي او تردد <applause> اللي احنا عندنا الاير ده صوتك ده ليه تردد عند ال3.4 كيلو هرتز ليه رينج يعني لغايه ال20 كيلو هرتز في في موجات في الاير انت حضرتك ما بتشوفهاش اللي هي العين ما بتشوفهاش يعني فمن ضمن الموجات دي هي موجات الراديو. حضرتك لما جيت تتكلم في التليفون الارضي كنت محتاج سل... سلك تنقل فيه كلام لما بتيجي تتكلم في الموبايل انت محتاج فريكونسي تردد تنقل عليه الداتا، تنقل عليه البيتس ديت. فالموبايل سايد ده بيبقى شغال على فريكونسي. وما اقدرش ادخل آه... ما اقدرش ادخل على الموبايل سايت ده غير من خلال فريكونسي ولو حضرتك انا وانت كنا واقفين جنب بعض واحنا الاثنين ابتدينا ندخل على الشبكه عشان ايه عشان عايز اكلم عايز اعمل مكالمه واحنا الاثنين دخلنا في نفس الوقت على نفس الفريكونسي يحصل انترفيرنس <applause> انترفيرنس يعني ايه تداخل يعني الاشارات دخلت في بعض وايه نتيجه الانترفيرنس مش مش هنعرف نتكلم مش هنسمع حاجه فلازم الناس الكتيره ديت لما تيجي تدخل على السايت عايزه تاكسس السايت لازم يحصل الاتي يا اما نكون سيم تايم سيم تايم ديفرنت فريكونسي او سيم فريكونسي ديفرنت تايم لو الناس لو اليوزرز دخلوا سيم تايم سيم فريكونسي نفس الوقت على نفس الشانل انترفيرنس حادثه لو في عربيتين مشوا في نفس الطريق في نفس الوقت على في نفس المكان يحصل حادثه. فلو هيمشوا هيمشوا في نفس المكان لو هيمشوا في نفس المكان لازم يكونوا في اوقات مختلفه. او او لو هيمشوا في نفس الوقت يبقوا حارات مختلفه، بس هي دي الفكره يعني. ال2 جي كان بيشتغل بطريقه اكسس تكنيك اللي انا بقوله ده هو ده الاكسس تكنيك، ازاي الناس هتاكسس الناتور؟ من غير ما يحصل ما بينهم إنترفيرنس 2G كان بيشتغل بطريقة معينة اسمها FDMA إيه اللي عمله 3G عشان يزود سرعات الداتا ويزود الكباستي ودائماً كلمة كباستي دي يعني قدرة الشبكة على خدمة عدد ناس إزاي يعني هي دي الفكرة كل ما الكباستي بتاعت الشبكة تزيد يبقى أنا بقدر أخدم عدد ناس كتيرة نتورك بيزي اللي بتطلع لحضرتك اوقات المناسبات والاعياد ده معناه ان الشبكه فيها مشكله في الكاباستي نتورك بيزي دي معناه ان ان الشبكه فيها مشكله في الكاباستي ممكن يبقى معناها حاجات تانية بس انا بمشي معاك بس بالمعنى البديهي لو معناها حاجات تانية ده يبقى عايزين اناليسز ونشوف المشكله ايه مش مش كل نتورك بيزي معناها ان مفيش شانل يعني بس انا بنزل بس معاك للفكره اللي احنا عايزين نقولها طيب ال3 جي عمل ايه غير الاكسس تكنيك اللي هو كان ايه كان حاجه اسمها الاف دي ام اي غيرته لحاجه اسمها الكود ديفيجن Multiple اكسس تغيير الاكسس تكنيك ده يعمل ايه على عشان تعرف فنيا ايه اللي حصل فعلا ده احنا لازم نشرح السي دي ام اي وده موضوع يطول شرحه ولكن خليك مصدقني يعني لغايه ما انت تدرس الحاجات دي بالتفاصيل ان تغيير الاكسس تكنيك ده حسن جدا في الكاباستي حسن كمان في سرعات الداتا ريت يعني الفرق بين 3G و 2G هو الاكسس تكنيك ايوه بس مش فرق تاني طيب عايز اعمل حاجه كده عشان تبقى بنقول الصوره كامله ما نقولش يعني كلام يعني ناقص شويه او مش مكتمل انت حضرتك ده ده حضرتك وده السايت ده الموبايل سايت اللي انت بتشوفه في الشارع ولازم يكون فيه عشان تقدر تعمل تغطيه لبلد بالكامل لازم يبقى فيه في كل مكان موبايل سايت ماذا بعد الموبايل سايت هو في ايه بعده بعده هنا كده حاجه اسمها الكور ايه الكور نتورك؟ الكور نتورك ده هو اللي بيربط هو اللي بيربط كل الايه؟ السايتس دي ببعض. الرسمه اللي انا برسمها مش يعني رسمه عامه مش مش في تفاصيل ماشي؟ عشان في حاجات لما تنزل يعني في تفاصيل عن كده. بس احنا عندنا حاجه اسمها الكور نتورك زي السنترال كده عارف سنترال التليفون الارضي الكور نترك ده مشابه جدا ليه هو ده اللي بيربط السايتس دي كلها ببعض يعني حضرتك ما تفتكرش ان انت لو بتكلم حد ايا كان الحد ده مكانه فين ان بما انك بتكلمه من خلال الموبايل يبقى المكالمه دي بالكامل مكالمه آه وايرلس لا 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 مش صح جزء من المكالمه بتاعت حضرتك بتكون من غير سلك اللي هو الجزء ده جزء من مكالمة حضرتك اللي هو الجزء ده كده ده جزء وايرلس أو هنسميه ران هو مفيش رسمة ظاهرة بس والله كل ده أنا برسم و... ومفيش رسمة ظاهرة ده أنا رسمت كتير أوي <applause> طيب ثواني كويس إن حد نبهني يعني طيب الرسمه كده ظاهره اه تمام رسمه الموبايل سايت والران والكور نتورك دلوقتي ظاهره صح الظاهر خلاص ماشي خلاص مش هنعرف نكتب بقى دلوقتي للاسف جوجل جوجل ميت انا ما بتعاملش معاه ما بتعامل على زوم فزوم بتعمل شير داخلي كده الوايت بورد بس ده مش عارف هو موجود اصلا في على جوجل ميت او لا المهم يعني هل في شير لوايت بورد؟ اه في شير وايت بورد creating gem مش عارف ايه creating gem طيب يا شباب شايفين كده حاجه هل الوايت بورد دي انتوا شايفينها؟ واضح واضح نعم اه فانا بتكلم ان هنا ده موبايل حضرتك موبايل حضرتك بيتصل بالسايت اللي في في الشارع اللي عايز اقوله بس ان 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 ما تفتكرش ان انت لما بتيجي تكلم طرف اخر المكالمه دي بتمشي بالكامل بدون سلك مفيش حاجه كده ما نقدرش نعمل كده اصلا ما فيش لازم لازم المكالمة بتاعتك هو المهم ايه؟ المهم ان انت حضرتك تتكلم بدون سلك ده المهم صح؟ مالكش دعوة ما يحدث وراء الكواليس دي حاجة انت مش هت لا تعني لك شيء ما يحدث وراء الكواليس انت مش حاجة مش هتعني لك شيء يعني اللي بيحدث وراء الكواليس في الحقيقة ان هنا في زي السنترال كده حاجة اسمها بنسميها الكور وفي هنا في هنا ناس متخصصه في حاجه اسمها الكور في هنا ناس متخصصه في حاجه بنسميها الران الراديو اكسس نتورك وهنا تيمات الكور يعني الشغل لو هنيجي نتكلم على الشغل يبقى احنا عندنا ناس هنا بتشتغل مسؤول عن الران وفي ناس تانية مسؤول عن الكور الكور ده كور ده هدفه ان هو زي السنترال يوصل الناس ببعض وليه اهداف اكبر من كده يعني بس احنا بنتكلم عن الاهداف البدائيه اللي احنا فيها حاليا طيب خلي بالك بقى كمان الكور لما بيجي يتوصل بالسايت بيحتاج جزء هنا من ايه؟ من المساعدات، المساعدات دي ممكن تبقى مايكرويف لينك ممكن يبقى حاجات فايبر يعني المسافه من هنا لهنا مسافه كبيره يا جماعه مش مسافه صغيره يعني ممكن يبقى السايت في 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 اسوان والكور نتورك بتاعه في القاهره تاني ممكن السايت يكون في اسوان والكور نتورك في القاهره ودي مسافه كبيره فالكور نتورك ده مش موجود في كل حته مش موجود في كل مكان لا موجود في الاماكن المركزيه في, الع... في العاصمه في العواصم يعني لكن مش موجود في كل حته فاتصال السايت بالكور نتورك مهم مهم طبعا لن تتم اي مكالمه غير بدون الاتصال ده مش هتعرف حضرتك تخش الانترنت ما هو ده اللي هيطلعك للانترنت هو ده اللي هيخرجك للانترنت فلازم يكون في اتصال احنا قلنا هنا في جزء ران مهم عشان حضرتك تتكلم ويبقى فيه موبيليتي وفي جزء هنا الكور اللي بيربط الحاجات دي كلها ببعض وفي جزء هنا بيربط بس هدفه بس هو ربط الران بالكور اسمه ترانسميشن وفي هنا مهندسين مسؤولين عن الترانسميشن هو الجزء الاصغر في ال... في السلسله بتاعتنا الجزء الاكبر او الكتيمات يعني لا بيكون الران تيمات الران كتيره جدا وتيمات هل 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 مش عارف عارف؟ انا اسف لمقاطعتك بس اتفضل يا فندم هو لو حضرتك بس بترسم او بتعمل حاجه على الوايت بورد فهي ثابته على اخر حاجه السنترال والكوره حضرتك كنت عاملها اه طيب دي حاجه حلوه جدا ده انا برسم تاني رسمه جديده يعني <applause> خلاص انا لن استخدم الرسومات وجوجل ميت انا كنت خايف او جوجل ميت ده كنت خايف منه الصراحه وطلع خوفي عند محله يعني انا عملت شير اه انتوا واقفين هنا يبقى انا طب استنى خلينا يبقى انا المفروض بعمل شير جديد لكل خطوه انا بعملها هنا ماشي طيب دي الرسمه الجديده اللي انا رسمتها دي الرسمه الجديده اللي انا رسمتها الفكره بس اللي انا عايز كنت اوصلها من خلال الرسومات دي يعني ما تقلقش ما تقلقش نفسك يعني ان الموضوع مش بس يقتصر على ان في موبايل سايت في الـ لا يقتصر على ذلك يعني الموضوع في حاجه اسمها كور نتورك تربط السايتس دي كلها ببعض حاجه اسمها ترانسميشن بتربط الكور نتورك بالموبايل سايت عشان حضرتك تعمل مكالمه لحد تاني لازم تمر او تروح من خلال الموبايل سايت ثم ترانسميشن ثم الكور والكور ينقلك للطرف الاخر ترانسميشن موبايل سايت تكلم التاني لكن ما تفتكرش ان انا انا هنا في القاهره واحد في اسكندريه ان انا بكلمه وايرلس كل ده والاشاره بتطلع من هنا تروح لاسكندريه وايرلس مفيش حاجه اسمها كده. وما نقدرش نعمل حاجه كده. يعني اتصال حضرتك ده في جزء وايرلس وفي جزء وايرد ما هو الكور الكور نتورك الكور نتورك ده وايرد اتصالات ارضيه فايبر المفروض تبقى فايبر او هي في كل حته المفروض بقت فايبر يعني من زمان ما كانش فايبر ويبقى مجالات الشغل مجالات الشغل جوه داخل مجال التليكوم تنقسم في الاساس لثلاث حاجات تنقسم في الاساس لثلاث حاجات الران الناس المسؤولين عن الران عن الراديو الناس المسؤولة عن الترانسميشن الناس المسؤولة عن الكور نتورك دي مجالات العمل في التليكوم بس كده مفيش مجالات تانية المهندسين اتصالات لا طبعا في مجالات تانية كتيره في شركات الانتربرايز الشركات الخاصة اللي بتعمل كونكشن للبنوك تربط البنوك تربط شركات إدارية ببعض في مجال الامبيدد الناس اللي بيعملوا سوفت وير وبيعملوا كل ده مجال اتصالات مهندس اتصالات ده يعني عنده عنده مجالات كثيرة من العمل ممكن يعمل فيها في التليكوم بس يعني شركات التليكوم انا قلت لك ثلاث حاجات تيمات الران تيمات الران نفسها تحتها تقسيمات كتيرة قوي تيمات الترانسميشن تحتها تقسيم تيمات الكور تحتها تقسيمات كتير شركات الانتربرايز يعني الشركات بتاعة السوفت وير شركات الامبيدد هل في ناس سوفت وير في التليكوم في ناس سوفت وير في التليكوم هل في ناس امبيدد في التليكوم؟ الموبايل سايت البيز ستيشن اللي بتكون داخل الموبايل سايت ده فيها جزء امبيدد. أنا شغال فين؟ أنا شغال في جزء ران في ران اوبتمايزيشن. ده مثال يعني أنا 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 مكاني فين يعني. زمان زمان اللي هو زمان ده من أمتى؟ من 10 سنين مثلا كان يكفي جدا لما حضرتك تتخرج تكون عارف عايز تشتغل في الراند تكون عارف راديو بس عايز تشتغل ترانسميشن تكون عارف موبايل تكنولوجي وعارف جزء كده بسيط عن السي سي ان اي والكور تكون عارف تشتغل في الكور كان يكفي كده دلوقتي حالين ده يكفي اه بس كل ما تتعدد معرفتك بحاجات بكذا حاجه ده بيكون كويس فانا فاحنا عندنا مثلا في تيمات لو معانا حد يعرف ريديو كويس وشاطر زائد زائد انه يعرف سوفت وير يعرف بايسون، يعرف اوتوميشن طبعا ده هيكون احسن بكتير من لو هو بيعرف ريديو فقط الراجل اللي عارف ران وفاهم كمان ترانسميشن وفاهم كور قادر يشوف الصورة اند تو اند هو ده اللي بنسميه بعد شوية يبقى حاجة اسمها كونسلتنت أو حد ممكن نقول عليه خبير في ان هو يقدر يشوف الصورة اند تو اند يعني ايه اند تو اند؟ ما انت الشبكة بتاعتك دي كده لما تيجي تشوفها من فوق احنا قسمناها اهي ران وترانسميشن وكور عشان تبقى راجل بتاع سوليوشن أر... سوليوشن اركتكت او راجل بتاع ديزاين لما بتفهم اند تو اند غير لو انت فاهم حته جزء واحد بس مش بصعب عليك ان الوضع دلوقتي بقى صعب ولكن تعدد المهارات عندك ده مهم مهم تعدد المهارات حاليا مهم احنا دخلنا في حته كنت ممكن هتكلم فيها في الاخر بس هي جت معانا كده طيب فالسيريجي غير تحديدا في جزء الران غير تحديدا في جزء الران ودايما التغيير في جزء الران ده بيفرق معانا جدا دايما التغيير في جزء الران بيفرق معانا بيحسن الشبكه جدا. فال 3 جي غير في جزء الران، طب غير في جزء الكور؟ ما غيرش قوي هو ال 2.7 كان عمل حاجه في الكور كده اسمها الباكت سويتشنج كويسه. ف وصلنا في ال 3 جي ل 2 ميجا سرعات 2 ميجا ودي كانت حاجه عظيمه جدا في بدايه الالفينات. مع مرور الوقت 2005 2006 ما بقتش حاجه كويسه. فابتدى فابتدى يحصل انهانسمنت تحسينات على ال3 جي طيب خليني السؤال ده نبتدي بيه سؤال برهان تقريبا نبتدي بيه في جزء الاسئله ف ابتدى محتاج احسن على ال3 جي فظهر حاجه اسمها ال3.5 زي ما ظهر حاجه اسمها ال2.5 ظهر حاجه اسمها ال3.5 جي حصل كذا تكنيك زودت حاجه اسمها الميديوليشن سرعه نقل البيانات مع حاضر رجع السلايز الاول حاضر مع سرعه نقل البيانات مع اللي هي الميديوليشن يعني تحديدا هو كان ثواني ميديوليشن واستخدمت حاجة قريبة من الشيرد تشانل كده اللي هي شيرد كود بس شيرد تش... يعني خدها مني إنها شيرد تشانل إنت تاخد كذا تشانل في نفس الوقت فتحسن سرعتك أكتر وقدرنا فعلياً نوصل إلى بجيب لكم بس السلايد لسرعة آه... هي دي السلايد بتاعتنا وقدرنا فعليا في الوقت الـ 3.5 نوصل لسرعات 14 ميجا. كانت حاجة كويسة جدا. بس حصل تحسين تاني على الـ 3 جي فظهر حاجة اسمها الـ 3.8 جي. اللي هي الـ H+. يعني إيه اللي هي الـ H+؟ يعني لما بتيجي تفتح الموبايل داتا ساعات بتلاقي حاجة اسمها كده H+. دي اللي هي مش 3 جي، لأ 3. Uh, 3.8. 3.8. يعني 3 جي بس التطور بتاعها يعني. وصلنا لسرعات كويسة جدا كانت بتبدأ من 21 ميجا نقدر نضاعفها لـ 42 ميجا بت سكند ونقدر نضاعفها ل أكتر من كده كمان باستخدام حاجة اسمها المايمو واستخدام حاجة اسمها الدول كارير، دول كارير يعني تاخد تو كارير في نفس الوقت، الأفكار اللي احنا دايما بنشتغل بيها علشان نزود السرعات إن أنا من ضمن الافكار دي ان انا ازود لك التشانل باندويتس، اوسع الطريق زي ما احنا هنا في مصر بنوسع الطرق عشان تستقبل ناس اكتر يعني فدي دي من ضمن التكنيكس تكنيكس تاني حاجه اسمها الميديوليشن الميديوليشن شويه انا عارف ان انت عندك باك جراوند عن عنه سيئه من الجامعه لان داخل فيه مسائل ومعادلات وحاجات بس هو في التليكوم مش بالشكل ده يعني فما تقلقش. مهم ان انت تعرف ال... كيف يعني حدثت الاشياء ولكن في النهايه الفكره ممكن تبقى كفايه. فالموديوليشن ده حاجه كده بتسرع شويه نقل الداتا بس ليه خطوره. ليه خطوره. هي ان بيزود الايرور على البتس وانت حضرتك كمهندس اتصالات تعلم جيدا. تعلم جيدا. ان دائما وابدا اي ميزه بناخدها بيكون في عيب دائما وابدا اي ميزه ادفانتج بتحصل عليها من تكنيك من استخدام تكنيك معين بيكون ليه الاثار الجانبيه واحنا تحديدا في الناس اللي شغاله اوبتمايزيشن او في الناس اللي في جزء الريديو او الران بنقابل ده يوميا عندك مشكله في مكان او في اريا معينه بتبتدي تستخدم بعض الحلول اللي الحلول دي هتاخد منها جين امتياز معين وهتخسر حاجه يعني يو هاف تو اكسبت ان في خساره بس ممكن ساعات تحل المشكله ويبقى في سايد افكت على حاجه معينه المهم ان ال3.8 ده اللي وصل بدايه من سنه 2008 اصبح ال3G غير مواكب للعصر اللي احنا فيه ومحتاجين نغيره محتاجين نغيره ليه عايزين سرعات انترنت اعلى طيب تلاحظ بقى كده حضرتك ان احنا اللي بنشتغل عليه دائما وابدا ان احنا نحسن السرعات يعني مش احنا قلنا في خدمتين انا بكسب منهم كاوبريتور خدمات المكالمات الصوتيه الفويس كول وخدمات الموبايل انترنت الفويس كول تم يعني تحقيقه ونجاحه في التوجيه وما مش في مشكله حسنا الفويس Quality في ال جي يعني ايه فويس يعني وانا بتكلم في الموبايل جوده الصوت تبقى احسن في ال جي يعني 2 جي تقدر تسمع حاجه اسمها كل تون اغنيه بتشتغل اثناء الجرس دي ما كانتش موجوده في 2 جي ظهرت مع ان انا حسنت الفويس Quality دخلت تجويدات جديده كودس تايب جديده <applause> للصوت بتاعك المهم ان ملاحظ ان انا في 3 جي كان هدفي كله ان انا عم بحسن إن الداتا ريت وبرده مش مبسوط مش مبسوطين لان ابتدى آه انا 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 مش بستنى لما تحصل المشكله خلي بالك يعني انت في 2002 2003 عندك احصائيات وعندك اناليسز بتقول ان في 2010 هيبقى في طلب لسرعات معينه في الموبايل انترنت هيبقى في موفيز وافلام بجودات معينه هيبقى في ناس بتلعب اونلاين جيمنج متوقع ان يكون في اونلاين جيمنج والاونلاين جيمنج دي ناس داخله على ال بتستخدم الانترنت وبتستخدم جيم والجيم دي لايف ريال تايم يعني ايه يعني انا بلعب مع حد واحنا الاتنين موجودين في الحدث يعني عايزه سرعات سرعات كبيره ومع تطور الوقت الجرافيكس بتاعت الجيمز بتزيد كمان يعني الناس اللي هي لعيبة فيفا زي ما كنت بحب جدا الفيفا زمان يعني خلاص يعني كان الفيفا زمان اللي لعب فيفا سنة 98 أو سنة 2000 لعبة البلاي ستيشن الجرافيكس مختلفة تماما عن دلوقتي انت دلوقتي تقريبا بتشوف اللعيب يعني بتشوف اللعيب كأنه حقيقة زمان لا زمان كان بعيد عن الحقيقة تماما يعني طب ازاي انا قدرت يعني اخلي ان انت وانت بتلعب الجيم ديت البلاي ستيشن دي انت اكنك فعلا بتلعب لعيب حقيقي والجرافيكس بتاعت الملعب وكل كل ده زود الجرافيكس زادت جدا طيب لو انا بلعب اونلاين تلعب بلاي ستيشن اونلاين السرعات اللي انت عايزها عامله ازاي مش بتكلم واي فاي بتكلم ان انت داخل موبايل داتا واي فاي ده يا جماعه طريق الواي فاي اللي عند حضرتك الراوتر اللي عند حضرتك في البيت ده ليه طريق تاني خالص ده بيكون من خلال المشغل الارضي او الفيكسد وبيبقى وايرد غير غير الناس اللي داخله وايرلس غير الناس اللي داخله هوت سبوت فرق دايما انا في الموبايل داتا بتكلم ان انت فاتح الموبايل انترنت مش فاتح واي فاي ف ابتدى التفكير ان لازم يكون في جيل رابع الجيل الرابع ده بتكنولوجي مختلفه تماما بشكل مختلف الجيل الرابع بقى مش غير بس مش غير بس في جزء الران هو غير في الران ودايما خدها كده قاعده الران بيفرق جدا تغيير جزء الران لما تطور فيه الشبكه بتختلف 4 جي طور في الران طور في الران غير ايه غير حاسمه الاكسس تكنيك اللي قلنا يعني فكره فكرتها يعني واشتغل بحاجه اسمها الاوف دي ام اي سجنال frequency division multiple axis اللي بتعتمد على حد اسمه فورير والفورير ترانسفورم اكيد الناس الطلبه عندهم يعلموا جيدا هذا الشخص يعني فيعتمد على دي دي الاوف دي ام ال 3 ال... جي كان سي دي 3 جي اسمه ايه صحيح؟ اسم السيستم 2 جي كان اسمه جي اس ام جلوبال سيستم موبايل mobile communication ال 3 جي اسمه UMTS universal mobile telecommunication system ال4G اسمه LTE long term evolution ده ال4G ظهر سنه 2010 كنا بنتكلم في سرعات مبدئيه تصل ل100 ميجا بت بير سكند ثم السرعات دي تطورت للوانجي ميجا بير برسكند مع التحسينات اللي حصلت على ال4 جي طبعا دي سرعات جيده جدا ان انت تبقى داخل سرعات تقرب من ال 100 ميجا بت برسكند سرعه جيده حضرتك هتسالني سؤال وتقول لي لو عملت سبيد تيست على الفور جي ممكن تلاقي حضرتك واصل الى 10 ميجا مثلا او 20 ميجا فقط ليه ما بوصلش لل100 ميجا او ليه ما بوصلش لل1 جيجا بت بير سكند حد عارف حد عارف ليه السرعه القصوى اللي انا بقولها دي ما بوصلهاش بتهيالي دي في الحاله الايديال بس يعني مش في ارض الواقع آه... ماشي أبو حميد يا هشام كلامك قريب بس ممكن أوصلها شوية في أرض الواقع. آه في تشا في تشارك مع المشتركين الآخرين صح؟ بالظبط. بالظبط. بسبب إن أنت مش لوحدك داخل في السايت وفي شيرد في ناس تانية معاك ده بيأثر شوية على السرعة. ده بيأثر شوية على السرعة. لكن هنفرض فرضية إن أنت بتاكسس السايت القريب منك ده لوحدك وفي جود ريدي كونديشن جود ريدي كونديشن يعني ايه يعني في اوضاع جيده لل للشانل. ما هو الشانل بتاعتك الوايرلس دي حالها مش ثابت حال حال الشانل الوايرلس الوايرلس دي مش ثابت متغير يتغير بيه يتغير بالجو ممكن الجو نفسه لما يتغير والدنيا يبقى فيها مطره او حاجه او الدنيا صيف يتغير حال الشانل ايوه يتغير بإيه تاني؟ يعني من مكان حضرتك من السايت، هل أنت قريب ولا بعيد؟ يعني إيه؟ يعني أنا قريب جدا من السايت ومفيش حد مفيش حد داخل معايا، عدد الناس قليل جدا، أنا بوصل لسرعات عالية أوي والريدي كونديشن كويسة يعني والأوضاع كويسة. لو حضرتك بعدت شوية عن السايت وعدد الناس الموجودة بيزيد بتقل جدا السرعات بتاعة حضرتك. سرعاتك بتقل جدا في عامل اخر هو الانترفيرنس ودي من اكبر المشاكل اللي بنقابلها في الاير الاير بتاعنا ده بما هو مفتوح كده اي حد يعمل فيه اللي هو عايزه مش اللي هو عايزه قوي يعني بس في انترفيرنس الانترفيرنس ده ممكن يبقى داخلي انترنالي بسبب ان حضرتك مش عامل بلاننج بشكل جيد بسبب ان حضرتك يعني بسبب هاردوير مشاكل هاردوير نفسها ممكن تؤدي انترفيرنس او اكسترنال والاكسترنال هو ان حد ودول ناس كتير بتحصل ده يجيب اجهزه مقويه للشبكه او اجهزه حاجات اجهزه يعني اللي هي اللاسلكيه ديت واللي هي بتبقى ممنوع استخدامها ويشغلها على تردد حضرتك بتشتغل عليه في اللحظه دي بتحصل مشاكل كتيره فعشان كده كل الحاجات دي تؤثر على سرعه الداتا ريت بتاعت حضرتك ال 4G اللي كان اسمه لونج تيرم ايفوليوشن والناس كانت بتتكلم ان احنا عايزين نعمل حاجه خلاص مش هنعمل تكنولوجيا جديده والتكنولوجيا دي هتعيش معانا شويه حتى هم سموه التطور على المدى البعيد لونج تيرم ايفوليوشن كان في خلال ال 10 سنين دوره انتهى ومحتاج تكنولوجيا جديده وتلاحظ كده بالتواريخ بتاعتنا دي ان تقريبا كل عشر سنين بيكون عندنا تكنولوجيا جديده سنه 80 كان ال 1G سنة 90 ال 2G سنة 2000 ال 3G 2010 فور 2020 الفايبر 5G ومتوقع 2000 الفين... أه... بوهران الصوت عندك الصوت عندك صوت عالي يا بوهران اقفل المايك من فضلك طيب. ومتوقع في 2030 يكون عندنا الجيل السادس طيب الجيل الخامس ظهر ليه بقى؟ ما سبب ظهور الجيل الخامس؟ <applause> وانا مش هطول قوي انا حاسس ان انا طولت فاعذروني يعني. ظهور الجيل الرابع ما احنا في الجيل الرابع وصلنا لسرعات عاليه جدا وسرعات جيده يعني ايه مشكلتنا؟ مطلوب سرعات عاليه تاني طب ما احنا وصلنا لسرعات عاليه في الجيل الرابع بس في الحقيقه اه مطلوب سرعات عاليه تاني. مطلوب سرعات تصل ل 10 جيجابت بير تصل ل 20 جيجابت بير علشان حاجه اسمها الموبايل برو باند او الانهانسد موبايل برو باند لان ابتدى في الجيل الخامس او ابتدينا حاليا نتحول لحاجات اخرى كده في السرعات وظهور حاجات زي الاوجمانتد رياليتي وظهور حاجات ليها علاقه بان انت تبقى في مكان فتلبس زي النضاره دي فتلاقي نفسك في الاستاد وبتشوف الماتش اكنك بالظبط موجود في ال... في الاستاد داخل الماتش. او في تقنيات الهولوجرام او ان انت تشوف ال... الناس بشكل ال... شكل ال3 دي والحاجات دي. كل التقنيات ديت تتطلب سرعات اعلى. فال5 جي كان من ضمن ده كان من ضمن اهدافه. بس في الحقيقه ابتدى يظهر اهداف جديده. ابتدى تظهر اهداف جديده ما كانتش ظاهره قبل كده يعني احنا دايما هدفنا سرعات انترنت اعلى سرعات انترنت اعلى سرعات انترنت مع وجود ال 5 جي ابتدينا نفكر في اه... ابتدى تظهر حاجه اسمها السمارت سيتيز وانتم كلكم سمعتوا عنها المدن الذكيه والمدن الذكيه دي ذكيه بسبب ان كل حاجه فيها متصله بحاجه اسمها الكلاود الكلاود دي هنقول انها الشبكه متصله بنتورك كده فكل حاجه فيها متصله كل حاجه زي ايه يعني البيت بتاع حضرتك الـ الـ كل الاجهزه الالكترونيه اللي داخل المنزل هتبتدي تكون متصله بالشبكه طب ليه عايز اعمل كده علشان يبقى ده سمارت هوم سمارت هوم يعني هيعمل ايه يعني السمارت هوم؟ يعني تبتدي لو حصل لك طبعا حاجات السيفتي بقى حرامي دخل البيت او مشاكل تقدر تعرف مرورا للحاجات اللي هي ان خلي بالك انت عندك مشكله معينه عطل معين في التلفزيون في الغساله في اي حاجه تعرفها. مرورا ان الادوات اللي في البيت الطعام مثلا اللي في التلاجه ابتدى بكميات معينه ينقص فيبتدي يعمل اوردر لوحده الاوردر ده يروح للسوبر ماركت فالسوبر ماركت يبتدي يبعت لك الاوردر ده من غير ما انت تطلب لان انت طالب كده ان مثلا لما اللبن اللي في التلاجه يقل عن منسو معين او حاجات الطعام مثلا يعني الحاجات دي احنا بنتكلم بقى دي حاجات لجزر يعني او حاجات رفاهيه فده فكره السمارت هوم العربيه بتاعتك كونكتد وتبتدي هي كمان لو في عطل محتمل او بدل ما بتلاقي عطل مفاجئ في العربيه تبتدي السنسورز اللي في العربيه دي تبعت للكلاود ان احنا في كذا فالكلاود ده يعمل بروسيسنج ويبعت لك مره اخرى ان خلي بالك انت عندك عطل كذا وحلوله كذا 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 الاتصال اللي ما بين السنسورز دي والنتورك او الكلاود الاتصال ده بيتم عبر ال 5G او عبر شبكه الموبايل ال 4G ما كانش يقدر يعمل حاجه دي 4G بالوضع بتاعه كده ما هو ال 4G خلي بالك فكره الانترنت اوف ثينجز او فكره السمارت سمارت سيتيز كان بيقول انا هقدر اقدمها لكن في الحقيقه ما نجحش في ان هو يقدمها فال 5G كان من ضمن اهدافه ان 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 يعمل الحكايه دي ان يبقى عندك حاجه اسمها ماسيف ماسيف ماشين تايب اوف كوميونيكيشن عندك كم هائل من الكونكشنز في الكيلومتر سكوير فاحنا كنا الكونكشنز بتاعتنا حضرتك وصاحبك اللي بتكلمه هي دي الكونكشنز بتاعتنا دلوقتي لا دلوقتي الكونكشنز ديت حضرتك والعربيه بتاعتك وسوري الكلب بتاعك كمان هيبقى فيه سنسور التلفزيون الغسالة الثلاجة كل كل الأجهزة بتاعتك هي كونكتد فدخلت في عصر اللي هو الماسيف ماشين طيب عندك كم غير عادي من الكونكشنز في الكيلومتر سكوير فانت ال 4G ما كانش يقدر يخدم سايت ال 4G لو بيخدم كيلومتر سكوير مثلا يعني ما كانش يقدر يخدم اكتر من 2000 كونكشن باحصائيات ال 5G وبامكانيات ال 5G هو بيقول انا اقدر اخدم 10 to power 6 10 to power 6 يعني 1 مليون صح كونكشن في الكيلومتر سكوير ابتدى يظهر عند حضرتك احتياج اخر وهي الـ الاندستري اندستري الجيل الرابع والحاجات دي وان يبقى عندك المصانع الذكيه اللي فيها تحكم عن بعد واللي فيها اجراء عمليات دقيقه جدا بدون تدخل الانسان من خلال الروبوت يعني والحاجات دي بتحتاج في الحقيقه ليتنسي ليتنسي يعني سرعه رد الفعل ودي حاجه بنهتم بيها جدا في اي تكنولوجي فسرعه رد الفعل في 2G تنسي في 2G كان كبير قوي بطيء تحسنت شويه في ال3G وصلت ل100 مللي سكند تقريبا في ال4G وصلت ل50 مللي سكند او اقل من كده ساعات ساعات ممكن تلاقي اقل من كده في الفيلد ممكن توصل لـ 20 مللي سكند يعني ال5G بنتكلم ان انا ليتنسي سرعه رد الفعل بتاعه التكنولوجي ديت 1 مللي سكند والسرعه دي هتخليك ان انت تقدر تعمل عمليات جراحيه عن بعد دايما انت عندك مشكله ان في دكتور شاطر جدا بس الدكتور ده علشان يعمل عملية لحضرتك هو يعملها بعد شهر شهرين تكون حضرتك في وضع يعني اخر لو انت محتاج تدخل جراحي عاجل فمن خلال الـ ال ال 5G تقدر ان الطبيب اللي في المانيا ده يعمل لك عمليه وانت في مصر ريموتلي من خلال روبوت الروبوت ده مسؤول عن انه يعمل العمليه دي يعني هو هيتحكم في الروبوت ده عن بعد طبعا انت هنا محتاج سرعه كونكشن ومحتاج ريلابيلتي يعني دقه ومحتاج ليتنسي ما فيهوش هزار لان اي غلطه في الروبوت اللي بيعمل لك العمليه ده اي غلطه بس بال يعني انت هتبقى في مكان تاني الحاجات دي حصلت حصلت وحصلت تجارب بس تجارب على ال... اللي هي بتبقى على الانيمالز يعني ان يبقى في الدكتور في مكان وبيعمل عمليه الـ مش الـ مش عارف ممكن تكون حصل كمان للهيومنز يعني مش الانيمالز بس فال5 جي نازل بالثلاثه بالثلاث حاجات دول الاساسيه اللي هو موبايل انهانسد موبايل برود باند سرعات عاليه جدا جدا ماسيف ماشين تايب كوميونيكيشن كونكشنز افري وير كل حاجه كونكتد زي فكره السمارت سيتيز يعني والحاجه الثالثه اللي هي الالترا الترا ريالبل لو ليتنسي كوميونيكيشن رياليبل ولو ليتنسي يعني دقه عاليه جدا وليتنسي قليله جدا 5 5G بيقول ان هو يعمل الثلاث حاجات دول ظهر في اخر في 2017 2018 اول تطبيق ليه كان اخر 2018 الاوبريتور اللي هو في كوريا ده كان اول اوبريتور عمله آه، ال 5G غير ايه في شكل الشبكه صحيح ال 4G غير ايه في شكل الشبكه غير حاجتين غير الاكسس تكنيك وغير الكور ال 4G غير الاكسس تكنيك وغير الكور خلي الكور باكت سويتشنج بس بفانكشنز جديده فالـ 4G كان يفرق جدا على الـ 3G عشان مش بس غير الراديو غير الراديو والكور ال 5G غير ايه غير الاثنين <applause> غير في الراديو وغير في الكور وعشان توصل للحاجات القويه جدا اللي بيحققها الـ 5 g دي لازم لازم تكون مغير الاثنين لان ممكن جدا اوبريتور يقول انا عندي 5G بس هو مغير حاجات تكنولوجيز في الاير بس مش في الاير والكور والكور نتورك يعني وده غالبا معظم الاوبريتورز اللي نزلوا 5G عاملين كده واحنا في مصر هنعمل كده هنغير حاجات في الاير بس هنزود الباند جدًا لأن الـ 5G ابتدى ي... ي... يروح مع حضرتك لباندات جديدة، يعني إيه باندات جديدة؟ إحنا قلنا الإير بتاعنا ده هو عبارة عن فريكونسيز، والفريكونسيز بتاعتنا أنواع، يعني في ترددات الراديو الاف FM والاي AM دي عند ال 100 ميجا هرتز تقريبًا، ترددات الموبايل بداية ترددات الموبايل كانت عند 900 ميجا هرتز او ال 1 جيجا هرتز دايما احنا كنا بنشتغل في المكان ده في ال 1 جيجا هرتز سواء في الـ الـ 2 جي 3 جي رحنا لل 2 جيجا هرتز ال 4 رحنا لل 2.6 جيجا هرتز عايزك تلاحظ حضرتك حاجه ان كل ما بشتغل على frequency كبير يعني اعلى بالجيجا هرتز كل ما الفقد اللي بيحصل في الإشارة بتاعة حضرتك بيزيد. كل ما الفقد اللي بيحصل في الإشارة بتاعة حضرتك بيزيد. والفقد لما بيزيد الكفرج بتقل. إيه الكفرج؟ الكفرج دي مجال التغطية. مجال التغطية. فده يعني إن أنا لما بشتغل عند الـ 1 جيجا هرتز بقدر أوصل لمجال تغطية جيد جدا. لو رحت اشتغلت عند الـ 2 جيجا هرتز مجال التغطية بتاعي بيقل لأن أنا زودت الفريكونسي وهكذا وعشان كده الترددات القليلة دي اللي بنسميها الراديو فريكونسيز أو الموبايل فريكونسيز الجزء اللي هو عند الوان جيجا هرتز ده مزدحم جدا ما فيهوش أماكن ومشترك معاك سيستمز تانية فيه لكن الجزء اللي فوق عند ال 20 جيجا هرتز وال 30 جيجا هرتز ده جزء فاضي مفيش حد مفهوش حد تماما مفيش غير الساتلايت هو اللي بيشتغل عليه طب والستلايت مش بيتعرض لاتنيويشن عالي؟ لا ما هو اللي انا كنت بقوله ده يختلف تماما لو انت بتكونكت مع السبيس لو بكونكت مع السبيس يعني حاجه خارج الكره الارضيه الانسب ليها التردد العالي لكن لو بكونكت بتصل مع حاجه داخل الكره الارضيه الانسب ليها عشان توصل ولا تتعرض للاتنويشن عالي التردد القليل. ال 5G ابتدى يكسر القاعده دي شويه وقال لك انا هشتغل مع ان كان ال 2 وال 3 وال 4 شغال عند الترددات القليله ال 1 جيجا جي هرتز وال 2 جيجا جي هرتز قال لك انا هشتغل كمان عند حاجه اسمها المليمتر ويف وهي ال 20 جيجا جي هرتز وال 30 مليمتر ويف تحديدا هي بعد ال 24 جيجا جي هرتز يعني الترددات العالية دي طب هيستفاد ايه؟ ليه إيه... 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 هيعمل كده؟ حد عارف انا ليه عايز اروح للترددات العالية دي؟ ايه اللي هستفاده؟ هستفاد ان زي ما قلت الترددات دي فاضية بالظبط نقدر نقول بيشتغل على أي بند ماشي ماشي آه... ترددات فاضية يعني ايه فاضيه اكنك كده رحت طريق في صحراء في في عربيات ما فيش عربيات تعمل ايه بقى تمشي بالعربيه بتاعتك براحتك جدا ماشي براحتي بقى الطريق فاضي بالظبط ده اللي هيحصل لما اشتغل على الهاي باند ممكن تصل اللي باند ويتس اللي حضرتك بتاخدها ل 400 ميجا هرتز تشانل باند وهذا امر عظيم يعني انت كان التشانل باند بتاعتك في التوجيه 2 200 كيلو هرتز في ال 3G 5 ميجا هرتز في ال 4G 20 ميجا هرتز وباستخدام حاجه اسمها كارير اجريجيشن يعني تجميع الشانلز مع بعضها توصل لل 100 ميجا هرتز ال 5G في المليمتر ويف حضرتك ممكن تصل للشانل باندويتس 400 ميجا هرتز بدون الكارير اجريجيشن بدون ان انا اجمع تشانلز جنب بعض <applause> عشان كده فكره ان حضرتك تصل لسرعه 20 جيجا في الثانيه مش حاجه صعبه مش حاجه صعبه بس هيبقى عندك تشانل تشالنج uh, او هيبقى عندك عيب حد عارف ايه عيب ان انا اشتغل على المليمتر وقف ايه هو عيب ان انا اشتغل على المليمتر ويف الكفرج بتاعتها هتبقى صغيره زي ما قلنا الكفرج السايد بتاع حضرتك في المليمتر ويف لن يتعدى ال 200 متر كتغطيه لن يتعدى ال 200 متر كتغطيه يعني عامل زي الهوت سبوت فنقدر نعمل ده هيكون في اماكن المولات وهكذا في بعض الابحاث اللي شغال عليها اريكسون وقالت ان احنا وصلنا ليها ان انا اقدر اوصل لمدى 3 كيلو او 3 كيلو ونص مش صحيحه قوي يعني عمليا انت حتى الان ما تقدرش تتعدى ال متر ك... 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 كتغطيه لان احنا قلنا كل ما الفريكونسي بيعلى اتنويشن الفقد بيزيد جدا وبالتالي التغطية بتاعتك بتقل لان هو عندك اختيار من اتنين لو كنت عايز, عايز تحافظ على التغطية بتاعتك ان انت ان انت تعلي الباور يعني لو عايز مع تردد عالي اوي تعلي تاخد تغطية كويسة يعني تعلي الباور تعلية الباور ده كارثة كارثة ومش حاجة سهلة وتضر حضرتك كمان لو انت بقى جاي ترسل في الارسال انت هتتضر موبايلك اصلا ممكن ما يعرفش يبعت في الاب لينك اللي هو الاب ده الجزء منك ما هو ما احنا هنا شغالين حاجه اسمها فول دوبلكس يعني ايه فول دوبلكس؟ يعني انا ببعت للشبكه للسايت والسايت بيبعت لي مش هاف دوبلكس في تو واي يعني انت حضرتك بتبقى ترانسميتر وبعد شويه تبقى رسيفر لان انت لما بتيجي تتكلم حد في التليفون بتبعت ولما بتيجي تسمع كلامه بتبقى رسيفر ده ده الايفوليوشن بتاع الموبايل تكنولوجي التغير تغير كبير وتغير سريع بدايه من الزيرو جينيريشن وشكل الموبايل اللي انت شفته مرورا لوجودنا دلوقتي في عصر ال 5G التغير ده سريع ما اعتقدش في مجال تاني في الهندسه يعني عندهم التغيرات السريعه دي ما اعتقدش أوي صراحه يعني فالمجال، وده ايه ده التليكوم يعني في بقى في حاجات تانية برضو في تغيرات طبعا مع التغيرات دي في حاجات تانية على جنب بت... بتبتدي تتطور يعني ف ده الايفوليوشن ده الاجيال الموبايل الكلام اللي انا بقوله ده كلام ت... يعني تقدر من خلاله تشوف الفكره العامه <applause> ايه هو الموبايل تكنولوجي وبيتطور ازاي وليه بيبقى فيه كل شويه ريليز جديد او جنريشن جديد الريليز ده كلمه ريليز ديت ده... ده الاسم الـ الاسم الشعبي للناس ان generation يقول لك اه ده الجيل الخامس او الجيل الرابع لكن احنا بنشتغل حاجه اسمها ريليسز اصدارات فالجيل الخامس ده كذا اصدار مش اصدار واحد الجيل الرابع ده كذا اصدار بينزل الجيل الرابع وبعدين يبتدي التطو التطويرات اللي تحصل عليه فبيبقى فيه ريليز 8 ريليز 9 ريليز 10 ريليز 8 ده يعني 4 جي بس الناس ما تعرفش يعني ايه ريليز 8 ولو كنا قلنا لهم الريليز 8 نازل ما كانش حد هيبقى فاهم قوي يعني بس بنقول 4G 4.5 3G 3.5 وهكذا يعني فده الايفوليوشن ده اللي انا كنت عايز اقوله آآ آآ قلت فكره يعني اكسس تكنيك مش عارف وصلت او لا في فكره تانية مهمه جدا تساعدك في الموبيليتي ان انا لما بتحرك واروح من مكان لمكان لازم يحصل حاجه اسمها هاند اوفر والهاند اوفر ده ان السايت اللي بيخدمك خلاص انت بتبتدي تبعد عنه فلما بتبعد عنه التغطيه بتاعته بتقل زي الراوتر اللي في البيت لما بتبعد كمسافه عنه التغطيه بتبقى سيئه لازم تقرب شويه فعشان المكالمه بتاعتك ما يحصلش ليها دروب لازم انقلك فدي حاجه اسمها هاند اوفر تكنيك مهم لل... بن... بن... بنعتمد عليه تكنيك تاني البلاننج للفريكونسز احنا قلنا الفريكونسز بتاعتنا محدوده وكل اوبريتور بياخد جزء من الفريكونسز دي ازاي يقدر يغطي مصر كلها بدون ما يحصل انترفيرنس محتاجه فريكونسي بلاننج ازاي في نفس الوقت كمان دايما في تشالنج عندنا ما بين الكواليتي والكباستي انت دايما عايز تخدم عدد ناس كبير عشان تكسب. وفي نفس الوقت الناس الكتير دي لازم تقدم ليها خدمه بكواليتي كويسه. فال فال تمثل في ان انت لما بتيجي تعمل مكالمه بتقدر تعمل مكالمه، الكواليتي تمثل في انك المكالمه اللي حضرتك بتعملها دي الصوت جوده الصوت بتاعها كويس ولا لا؟ بيحصل ليها دروب ولا لا؟ الاثنين مهمين بالنسبه لحضرتك كاستمر مهمين. مهمين جدا. انك تحصل على كباستي وكواليتي بالنسبه للاوبريتور ده تشالنج تحدي لان عشان احيانا كتير تكسب كباستي عاليه قوي بتاثر على الكواليتي على جوده الخدمات تحدي بنقابله وانت كانجينير دايما تسعى ان انت تحل الـ الـ التحدي ده بس ده اللي انا كنت عايز اقوله ده الجزء بتاعي في التكنولوجي ايفولوشن أتمنى إن أنا ما أكونش طولت، كنت فاكر إنه هياخد وقت أقل من كده. الجزء الباقي بقى يعني للأسئلة. أسألوا ما تشاؤوا وأنا تحت أمركم. <applause> طيب. إلى أن الناس تجهز الأسئلة، في كان سؤال من برهان: محمد زور الجيل الخامس ظهر بزي... بسبب زيادة عدد المستخدمين، اه اه ماشي، كان في سؤال تاني هل الدراسة في الجامعة كافية؟ مش كافية الدراسة في الجامعة مش كافية الدراسة في الجامعة مهمة, مهمة جدا بتأسس ك... عقلك كمهندس. آه، ولكن لازم تضيف تشتغل انت مع نفسك فاحنا عندنا مجالات كذا مجال زي ما قلنا في مجال الراديو في مجال الكور في الناس السوفت وير في الناس الامبيدد طب لازم لازم تبتدي تذاكر الحاجات دي طيب انت هتلاقي نفسك متميز في حاجه من الحاجات اعرف منين بتاخد فكره عن كل حاجه وتشوف انا متميز فين وتكمل وتكمل فيه ما بقاش بس مهم يعني ان انت تبقى عارف حاجه واحده زي ما قلت مهم ان انت تبقى عارف كذا يعني عارف حاجه عن كل حاجه ومتخصص في حاجه بس لازم تشتغل على نفسك لازم جدا وتشتغل على شخصيتك كمان مش كل حاجه تكنيكال يعني مش كل حاجه مهم ان انت تبقى شاطر تكنيكال شاطر فنيا وشخصيتك كمان مهم انها تكون شخصية قادرة تسوق لنفسها لان كتير في الانترفيو واحد ممكن يبقى شاطر جدا فني تكنيكال شاطر ولكن كشخصية مكسوف مكسوف زيادة عن اللزوم طبعا في الانترفيو انت بتبقى مكسوف ومتوتر زيادة عن اللزوم طبيعي بس كل ما انت بتكون بتشتغل على شخصيتك تشوف العيوب اللي فيها تحاول تبقى عندك communication skills الحاجات دي كلها مش هتديها الحاجات دي هتديها بالاحتكاك لازم تحتك لازم ممكن تنزل تشتغل عمل خيري تشتغل حاجه يعني مش شاطر البرسوناليتي مهمه جدا وناس كتير عن يعني ناس كتير بتعدي في الانترفيو التكنيكال الانترفيو الفني وتيجي في الاتش ار ما تعديش عنده خوف زياده عنده توتر زياده صدامي في ناس صداميه هو مش عارف انت ما عارف ان انت صدامي بس انت صدامي يعني ايه صدامي يعني بي يعني ردوده جافه كده فالحاجات دي ممكن بعد المجهود الكبير اللي انت تعمله في المذاكره وفي تحصيل العلم والفهم الحاجات دي ما تخلكش تكمل طيب في اسئله كتير الـ Network هتلاقي أنا منزل لسه محاضرة عنها قريب على التشانل بتاعتي على اليوتيوب اكتبت لكم محمد سلامة هتلاقي التشانل هتلاقي محاضرة اسمها Network Slicing تقدر تشوفها تبقى كويسة جدا تمام طيب أنزل هذا التلخيص أنا سجلت مش عارف التسجيل عندي هيبقى جودته عامل إزاي بس أنا غالبًا ممكن أرفعه على اليوتيوب لو بشمهندسة فرح طبعًا المنظمة سمحت لي بكده يعني آه ومش عارف هي مسجلة ولا لأ if I have تمام تمام لو عندي خمسة ميجا هرتز في بند ال 2100 وفي 3 جي وواحد في ال 4 جي which experiment will give me high throughput and why ال 4 جي هيديك throughput أعلى لسبب بسيط جدا إن ال 4 جي كـ OFDM the immunity المناعة بتاعته للمشاكل اللي بتحصل في الاير أحسن بكتير من الـ من access Technical ال CDMA سي دي مايه اصلا هو سيلف انترفيرنس سيستم يعني بينترفير بي بي على نفسه يعني ك جي يعني ومشاكله كتيره فلو مثبت حضرتك الميديوليشن ومثبت كل حاجه البرفورمانس بتاعك هيبقى احسن على ال4 جي يعني ادي ال5 ميجا دي لمين اديها لل4 جي هل فرص العمل كتيره هل فعلا الشغل في الاوبريتور بواسطه فرص العمل كتيره اه كتيره الشغل بواسطه حاليا حاليا انا مش شايف ان الشغل بوسطه خالص ممكن زمان شويه لكن والله دلوقتي الفرص شايفها كتيرة الفرص زمان انت كنت كفريش بتعدي بمراحل صعبة شوية لا دلوقتي ممكن معانا ناس في الاوبريتور او في الفندور بيشتغلوا فريش وبيشتغلوا افتيمات وبدون وسطة بدون واسطة يعني في ناس مكبرة حتة الواسطة دي قوي الواسطة خلي بالك مش واسطة ان انا عارف الرأي ممكن الواسطه بمعنى ان انت عندك كونكشنز انت مهم يبقى عندك معارف طب اعمل معارف ازاي لينكد ان اللي انت في المجال اللي وضيف الناس في المجال اللي انت عايزه فانت عايز تشتغل في مجال الموبايل شوف الناس في المجال الموبايل وضيفها على لينكد ان في اللي هي اكسبت في اللي هي ريجكت أه, ابتدي كلم الناس ابعت السي وابتدي مش هقول لك ان انت تبقى بتبوش او بتزن بس بشكل محترم انا امكانياتي كذا وعايز اشتغل وده فيه في لما تلاقي فرصه طبعا ممكن حد ما يردش عليك كتير ما يردوش عليك عشان في ناس مشغوله في ناس ممكن ما تهتمش يعني هي دي الواسطه الواسطه ان انت عملت كونكشنز وبتبعت وبتسال هنا وبتخبط هنا وبتخبط هنا فهتوصل في الاخر واخد بالك؟ فلينكد ان مهم جدا يا جماعه لينكد ان مهم جدا 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 هل توجد حل المشكله عند فتح 5 g يستهلك البطاريه بشكل غير طبيعي والجوال اخر اصدار والتحديثات اخر اصدار عايز اقول لك ان ال5 5G من ضمن اهدافه السيفنج الباتري الموبايل باتري يعني فالمفروض ده ما يحصلش معاك وغالبا غالبا هتبقى مشكله فرديه عندك انت في الموبايل ممكن يبقى نوع مشكله الموبايل نفسها لكن يعني احنا موبايلاتنا كلها طبعا ما فيش 5 g هنا في مصر بس سافرت دول فيها 5 g ما كانش بيحصل مشكله في في الباتري مشكلتنا بعد ما من الجامعه تكون مش عارف اتخصص وايه العمل يسحبك مكان اخر اسال كتير الناس اللي خلصت واشتغلت اسال ما تبقاش قاعد كده فاكر ان انت افضل اسال الناس اللي شغاله في المجال ده ايه الاخبار يا جماعه؟ بس حاول تسال الناس الشاطره. حاول تسال حد شاطر مش حد في مكانه بقاله كذا سنه ومش عارف يتحرك هيقولك المجال ده صعب جدا، ويقول المجال ده ما فيهوش فرص، ويقولك لك المجال ده اسوأ مجال. مش عشان هو اسوأ مجال عشان هو سيء عشان هو مش ناجح. فاسال شوف الناس الشاطره في كل مجال واسال. ماشي البند اللي بيشتغل الجيل الخامس الجيل الخامس بيشتغل في حاجه اسمها اف ار 1 واف ار 2 اف ار 1 ده كل ما هو تحت ال 7 جيجا هرتز كل بقى ما تحت ال 7 جيجا هرتز بندات موبايل فبيشتغل على ال 7 ميجا هرتز بيشتغل على ال 9 ميجا هرتز على ال 1800 على ال 2100 على ال 2600 بندات ال 4 وال 3 اه يتعمل لها ايه ريفارمنج يعني اخد بند ال 3 جي اشغله 5 جي او بندل 2 جي اقلل حجمه شويه وشغله زي ما احنا عاملين احنا خ... لما ظهر الـ 4 جي قللنا حجم البندل 2 جي وشغلناه وقللنا حجم بندل 3 جي وشغلناه واخد بالك شغلناه فور يعني بحضر ترانسميشن بس انا عندي مشكله مع سي سي ان ايه هل ده ياثر معايا انا بحضر ترانسميشن وعندي مشكله للاسف الترانسميشن يعني لو الراديو كنت هقول لك في ناس كتير ما بتبقاش حابه سي سي ان ايه مش مشكله في الراديو لكن في الترانسميشن هتحتاج بيزكس للناتورك يعني لازم تبقى معاك عمليه الهند اوفر موبايل مانجمنت الجيل الخامس عند زياده التردد وعرض نطاق التردد لازم تكون المسافه هل فقد الباور لو سيطات السايتس اللي شغاله عند المليمتر ويف ليها حل الهاند اوفر الكتير ده هيبقى ليه حل باستخدام حاجه اسمها الاوبن ران ده ممكن فيديو قريب يكون نازل على الشانل على اليوتيوب باذن الله أه بس تقدر تحل الحل ده لو انت عامل كونتينوس انت هل انت عايز تعمل كونتينوس coverage يعني ليه حل لكن هو في الحقيقه الـ الـ المليمتر ويف مش هتبقى كونتينوس coverage مش هتبقى coverage مكتمله انا هنقلك من المليمتر لما تبعد شويه روح منزلك على ايه على السي باند على بند مثلا الباندات بقى اللي هي الاف ار 1 يعني واخد بالك عامل لك كان عادي جدا ايه عيوب مجال الموبايل عيوب مجال الموبايل فرصه مش كتير زي مجالات تانية فرصه مش كتير وعايز غالبا عايز كان يعني عايز صبر شويه في البدايه بس صبر ايه يعني لان انت ممكن تبتدي في شغلانات بمرتب قليل شويه بس ده كان زمان اكتر والله دلوقتي انا ب... اكاد اجزم ان في ناس كتير في ريش جراديوت يعني يعني لسه متخرج وبيشتغل مع حد في تيم هو شغال بقاله 10 سنين بيشتغل طبعا مش نفس المرتب ونفس حاجه بس بقى في فرص بقى في فرص كمان عن زمان مجال الموبايل عايز صبر ما بتاخدش فيه خبره بسهوله عايز صبر شويه في البدايه واي مجال تاني خلي بالك عايز صبر انا ما اعرفش ان في مجال بتبتدي فيه بمرتبات عاليه كل المجالات سواء نتورك المرتب ما بيكونش عالي. ما بيكونش عالي. مع الخبره بتبتدي وخلي بالك حته المرتب ده طبعا اسال عليها وكده بس هي رزق. رزق في الاخر بشكل يعني هو رزقك في الاخر. ف بس هضيف حته في المجالات انت لازم تبقى حابب الحاجه اللي بتعملها. قد يختلف معي الناس في الحته دي ان حب ايه ومش حب ايه بس انا تجربتي انا في الاخر برضو بحكي تجربتي الشخصيه ممكن يبقى حد بيحكي تجربه تانية او شايف من بعد تاني انا بحكي تجربتي انا 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 شايف ان انت لو مش حابب اللي بتعمله طبعا كل حاجه فيها روتين وفيها مجهود بس حب الحاجه اللي انت بتعملها ده بيفرق جدا لان ده مجال انت هتشتغل فيه مش اقل من يعني هتشتغل كم سنه تكنيكال؟ مش اقل من 10 سنين سنه تكنيكال وبعدين تروح مانجمنت مثلا. ففي هتاخد وفي اللي بيشتغل 15 سنه وفي اللي بيفضل كونسلتنت وبيشتغل 20 يعني عمر فلازم تبقى عندك حب للحاجه اللي بتعملها، الحب ده مش هتلاقي ان انت الله انا نزل على حضرتك الوحي فحبيت، لا لا انت اشتغلت وتعبت شويه ففهمت يعني مش هتلاقي حاجه انت بتفهمها بسهوله. مفيش مفيش كده يعني هتعمل مجهود. يعني. انا بدات اشتغل في قسم الريدي وممكن تجيب لي خطوات امشي عليها لان مش عارف من فين ابدا او على ايه اركز ابتدي بال... كمذاكره ابتدي بالموبايل تكنولوجي ابتدي بدراسه الموبايل تكنولوجي وانا مع دراسه الموبايل تكنولوجي بالترتيب ال2 جي ال3 ال4 ده ده رايي في ناس بتقول لا اخش على ال4 جي على طول لان هو الاحدث مش متفق مع الحكايه دي امشي بالترتيب اه التركيز الاكبر وكمل المذاكرة الاكتر يكون في الفور والفايف ولكن الترتيب مهم الترتيب مهم ام يعني انا مسجل وبشمهندسه فرح اكدت كان في سامر ديسكريبشن اباوت اي ام اس في الفايف 5 جي نتورك الاي ام اس ظهر معانا في الفور والفايف علشان يدعم المكالمات الصوتيه على خلال اي بي نتورك لان احنا من 4 و 5 جي ما بقاش عندنا حاجه اسمها سيركت سويتشنج. والسيركت سويتشنج ده كان مناسب جدا لنقل الصوت بتاع حضرتك كريال تايم. طيب مع ال 4 و 5 بقى عندنا اي بي نتورك ما بقاش عندنا سيركت اللي اتلغت بقت اولد فاشون. استعنا بالاي ام اس علشان يعمل الوظيفه دي. قريبا جدا هتلاقي انا ده بجهزه يعني مش بقول كلامه كده بس قريبا جدا في خلال وقت قريب شهر بكتير هتلاقي في محاضرة على الاي ام في الـ Channel بتاعتي تمام طيب. بالنسبة لمرتبات حديث التخرج في مصر والزيادة بعد كده تختلف من مجال لمجال غالبا حديث التخرج مش هتاخد اكبر مرتب بس في حاجات مرتباتها كويسة نسبة بمجالات اخرى يعني الموضوع في رزق وفي نصيب وفي حاجات كده انت اجتهد انا انا بصراحه اي حد فريش اي حد فريش دايما نصيحتي ليه انه ما يبصش على المرتب نصيحتي لاي حد فريش مع حضرتك ما تبصش على المرتب تماما حضرتك اهتم بال بان انت تاخد خبره كل ما خبرتك بتزيد مرتبك هيزيد كل ما خبرتك بتزيد لان انت انت وانت جاي فريش انا بعلمك انت مش بتضيف لي حاجه مش بتضيف لي حاجه، لكن انت وانت جاي خبره بتضيف لي، فهنا الوضع يختلف. باشمهندس ايه ممكن تشاركوا رابط القناه؟ طيب انا رابط القناه اهي هي اسمها تيليكوم محمد سلام. ماشي. طيب ايه الفرق الجوهري بين الكور والران؟ وايه هي ميزه الران؟ الفرق ما بين الكور والران ان ده 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 يعني ده ده ليه دراسه ولا دراسه اخرى يعني فالكور اقرب حاجه ليه السي سي ان اي بس الكور دلوقتي بقى فيه تطور كبير والفيجواليزيشن داخل في كل حاجه في الكور وفي الران وهكذا فده ليه مجال دراسه ميزه الران مش عارف انا بحس ان الران بالذات التيمات الاوبتمايزيشن تحديدا فيها فيها تفكير فيها تفكير كويس انا شغلت فتره كور فتره صغيره يعني ما حبتوش عشان انا ما يعني مش من وجهه نظري يعني ما حبتوش يعني الران فالكور يعني ليه شغله وشغله ممكن يبقى كويس كمان مش وحش ما بقولش حاجه ولكن ميزه الران اللي انا شايفها جدا مقارنه كمان بالكور انه في في تفكير كويس تحتاج تفكر مشاكل كل شويه جديده يعني تيمات تيمات الاوبتمايزيشن تحديدا او الطريق لتيمات الاوبتمايزيشن ده اللي بيكون كويس لي. مش كل الرن تيماته يعني اقدر اقول لك انها كويسه تيمات الناس اللي في السايت انستليشن والحاجات دي ما يعني لو انت بتشتغل فيها خبره كويسه بس ما تطولش ليه ال2 موجود حتى الان؟ ليه ال2 موجود حتى الان؟ آه محتاجينه في اماكن آه التغطيه اللي فيها 2 3 بس لسه يعني في مصر هنا الفور فيها ضعيف قوي في موبايلات لا تدعم لسه حتى موبايلات اللي هي القديمه قوي دي مع ناس الناس اللي هي لسه يعني الناس اللي الكبار قوي بيكون 2G فال 2G شغال معانا وال 3 هنا في مصر تحديدا مكمل شويه احنا بنعتمد على 3G يعني معظم الفويس كول اللي حضرتك بتعملها في مصر هي نازله على 3G مش على الفور لسه الفولتي ما اكتملش يعني معظم مكالمات حضرتك في ال 3 جي في في المكالمات اللي بتعملها هي نازله على ال 3 جي فالناس اللي بتتكلم على ال 3 جي سان ست وانه خلاص هيتقفل لا هو مكمل معانا شويه بلاد بره اسرع مننا تطوروا اسرع مننا فالدنيا قفلت عندهم قفلوا مثلا ال 3 جي وهكذا لكن ان عاجلا ام اجلا مع مرور الوقت المفروض ال 2 و 3 يتقفلوا ويكون عندك 4 و 5 بس الشبكه عندي وحشه جوه الشبكه وساعات بره 3 و 4 والله حاول تقدم شكوى غالبا ممكن ما توصلش قوي آه يعني تنتظر بقى ان ممكن يحصل لو هي مثلا شبكه اتصالات ممكن في المكان ده يتعمل سايت قريب يكون في بلاند خلي بالك احنا دايما في بلاند سايت جديده بتتعمل كل سنه وسايتات جديده بني لكل الاوبريتورز يعني مش اتصالات بس او فودافون فممكن يجي لك او تستخدم شريحه تانية لاوبريتور تاني لان مش شرط بما ان اتصالات في مكان سيئه تبقى فودافون سيئه او, أو العكس شريحه الجيل الرابع بتشتغل على راوتر 5G يعني راوتر 5G ممكن يبقى ليه بيزنس كيس مختلفه يعني ف... فممكن ما ما تشتغلش عليها على حسب بقى الحاجه اللي انت متعاقد عليها <applause> شو الفايده من الانتنة على الراوتر هي دي اللي بتعمل لك بتعمل لك كفرج الانتنة بيمشي فيها تيار كهرباء في بيمشي فيها التيار فبيعمل الكترو ماجنيتيك ويف الالكترو ويف دي هي الكفرج <applause> كيف التطور من درايف تيست الاوبتمايزيشن افهم كويس قوي درايف تيست اللي انت بتعمله حاول تطور من نفسك حاول تشتغل على حاجه اسمها الديسكفري مش تيمز انفستيجيشن بس افهم الديسكفري ذاكر ذاكر كويس خلصت الموبايل بيزك خش على الاوبتمايزيشن ذاكر ذاكر كتير آه... هتقدر تطور من نفسك كده يعني ما تسمعش الناس المحبطه اللي هو بقاله اربع سنين درايف تيست ومكتئب من الحياه ومن الدنيا ما تسمعلوش آه... موجوده اهي ل... هتوفر فرص شغل اكتر في السوق للمهندسين اوبتمايزيشن هتوفر 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 طبعا على المستوى كله يعني لان احنا التيم عندنا دلوقتي حاليا شغالين 4 و 3 و 2 في عدد معين لو ما ال 5 جي هينزل هيحصل اكسبانشن في كل التيمات يعني هل معاكم شرح ماستر فروم هواوي يعني بعت لي واتساب ممكن ابعت لك دوكمنت للحاجه اللي انت عايزها لو هي متوفره عندي اي هم افضل ابدا في الموبايل باكج او الموبايل او الكور سي اس اي ام اس فولتي انت المفروض وانت بت... ب... ب... يعني بتفهم الموبايل باكج بتكون معدي على ما الم... هو السي اس ده مشروع في الموبايل باكج الاي ام اس والفولت دي حاجات تبع الكور الكور يعني سي سي ان اي ولازم تذاكر سي سي ان اي لازم لازم يعني ما... ما... ينفعش تبقى مهندس يعني مش عارف شبكات وان في روا... في رواتر وفي سويتشات وفي بروتوكولز مهم ان انت تبقى عارفها هل هو موبايل باكج وانا في 2 جي لسه وقدامي فرصه انزل درايف تيست هل انزل 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 وكمل مذاكره وانت 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 شغال بس حاول تخلص 3 جي عشان انت هيبقى شغلك كتير 2 3 يعني كيف بتقدر بتقدر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات بتوفير القدر من السرعات العاليه ادينا مثال على التشانل باندويتس الكبير قوي اللي اتفتح في تكنيكس بقى مختلفة لتحسن حاجات في الكارير اجريجيشن لحاجة دول كونكتيفيتي للمايمو المايمو ده هو ان انا اقدر ابعت لك من نفس الانتنة وادبل الريت او اضاعف الريت اربع مرات او اضاعف الريت ثمان مرات يعني بنفس الانتنه على نفس الفريكونسي ده ده تكنيك المايمو تكنيك مهم جدا فبقى في حاجه اسمها ماسف مايمو في الـ في ال 5 جي ماسف مايمو ده يعني ممكن اضاعف لك الريت 64 مره او اعمل لك حاجه اسمها بيم فورمينج حاجه تانية كده تمام لو في اسئله تانية ابعتوا مش عايز اطول <applause> احنا عدينا الوقت أه ما بحبش أطول يعني أه أتمنى أن الناس يكون وصل ليها الهدف من الـ من السيشن ديت أه يعني الناس الطلبة تفقلوا أه وحاول تضغط نفسك شوية ما تقولش أنا لسه قدامي لا اضغط نفسك اتعلم أه مش كل حاجه هتعملها هتبقى 100% لا في 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 جهد مهدر ساعات بس بيوصلك لحاجات تانية يعني في ممكن تقعد تشتغل في حاجه معينه ما تلاقيش ان ليها فايده بس هتوصلك لخطوه تانية فاعمل فا 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 ده اعمل ده واعرف ان ربنا دايما ما بيضيعش مجهود اللي فيها اسال كتير اسالوا اسالوا الناس معظم الناس لما بتسالها بترد لو حد غير كده بيبقى اقل يعني بس ما تزهقش ان انت تخبط الابواب خبط على الابواب اسال واسعى يعني اخرجوا من حته الكسوف اللي بتبقى دايما بشوفها عند الطلبه لا خليك جريء وابتدي تتحرك وكل ما بتبدا بدري كل ما ده يكون افضل يعني تمام في اي ملاحظه تاني حد عايز يحب يقولها قبل ما اقفل اه هبعت لكم الباوربوينت بس في حاجات انا قلتها يعني شكل السايتس موضوع الكاباستي والكواليتي حاجات كلها يعني انا اتكلمت عنها يعني ما تقلقش تمام هتلاقوا كورس الجيل التاني موجود بالكامل على الشانل بتاعتي برضو اللي عايز يبدا فيه ممكن دي تبقى بدايه كويسه يعني تمام وانا معاكم شخصيا في اي وقت اللي يحب يسال في اي حاجه كنت مبسوط جدا وبشكر مهندسة فرح على تنظيمها لل... لل للسيشن دي انا كنت سعيد فيها وبحب جدا اكون مع اي تريبل اي في اي فرصه يعني واتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم ويعني اشوفكم قريب على خير شكرا لكم